روح لليابان. اليابان يا جماعة ما في شيء ما سواه، إلى أخيرا عينوا وزير لمحاربة الوحدة. أي شخص حس بالوحدة صار فيه وزير لهذا الموضوع. وبعد انتشار ظاهرة الانتحار في اليابان، عين رئيس الوزراء الياباني وزيرا للوحدة لمحاربة تزايد الوفيات المنفردة بسبب الوحدة والعزلة، حيث تصنف اليابان حسب صحيفة جابان تايمز في المراتب الأولى من حيث عدد الأشخاص المسنين والذين يشعرون بأنه ليس لديهم من يلجؤون إليه في أوقات الحاجة. حبيت الفكرة وحبيت الموضوع الصراحة. من بعد وزيرة السعادة، وزير السعادة صار فيه وزير الوحدة، نشوف ايش راح يصير بعدين. انا عينوني وزيرة الابتسام، ايش رايكم بهذا اللقب؟ حلو صح؟ طيب نروح